مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس الناطق باسم حركة حماس السيد حماد الرقب. أهلا بكم سيد حماد. بداية، الفلسطينيون يقولون لا لخطة ترامب، هل هذا الرفض يكفي لوقف تنفيذ صفقة القرن؟ سيد حماد، سيد حماد هل تسمعني؟ أنا أسمعك جيدا. أكرر السؤال لحضرتك أم سمعت السؤال؟ سمعت السؤال. أنا تفضل. كان في الشعب الفلسطيني تعرض للإسرائيلي من سنة 1948 واكتمل الاحتلال من سنة 1967. الشعب الفلسطيني لم يترك نضاله ولا جهاده ولا كفاحه خلال كل هذه السنوات، تعرض لمؤامرة ضخمة وعملاقة من الاحتلال الإسرائيلي ومن الدول التي مثلت الحاضنة الطبيعية لهذا الاحتلال. صفقة ترامب بالنسبة لنا هي مثل كل الواقع، الأمر المرير الذي يعيش الشعب الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك، الممنوع من دخوله إلى الخليل، الذي لا يستطيع أن ينتقل ابن غزة إلى الضفة ولا ينتقل ابن الضفة إلى داخل المحتل عبر كل هذه السنوات الطويلة. نحن المطلوب منا أن نواجه هذه الصفقة بكل ما أوتينا من قوة، قادرون بإذن الله على إحباطها حتى لو كلفنا هذا الثمن الكبير. السنوات الطويلة للاحتلال الإسرائيلي لم تستطع لا أن تنزع منا حب فلسطين ولا حب القدس، لم تستطيع أن توقف شلال الدم الفلسطيني الذي لم يتوقف في كفاحه ونضاله، مثلما تعرضت فلسطين للاحتلال الصليبي ومثل دخلها الفرنسيون ومثلما دخل الإنجليز. نحن واثقون إن شاء الله أن تراكم إرادة الفعل الوطني الفلسطيني قادرة على أن تكنس هذا الاحتلال وأن تكنس كل الذين يريدوا أن يصفوا القضية الفلسطينية. سيد حماد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال إنه اتصل بالرئيس محمود عباس من أجل إنهاء الانقسام والعمل المشترك لمقاومة صفقة القرن. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ألم تكن هناك مصالحة فلسطينية؟ يعني للأسف الشديد جدا المصالحة الفلسطينية لم تفلح منذ عام 2007 نتيجة ظروف كثيرة نحن لسنا بصددها الآن. المرحلة الآن هي مرحلة توحيد الشعب الفلسطيني وجمع كلمة الشعب الفلسطيني من أجل ما يمكن أن نسميه أن النار وصلت البيت. وطالما أن النار وصلت البيت فلا داعي للكلام عن توزيع الغرف بقدر ما ينبغي أن نطفئ النار. الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حراك حقيقي وإلى عمل، ولا ينكر أن أكبر حركتين حركة حماس وحركة فتح تمثلان العمود الفقري للعمل الوطني والإسلامي بالإضافة إلى فصائل العمل الوطني والإسلامي. حماس نحن نعتقد أننا بحاجة إلى بناء وتمكين جبهة داخلية وطنية فلسطينية من أجل توسيع جبهة عربية وإسلامية عامة، بل وجبهة عالمية في وجه كل الذين يقفوا أمام الحق الفلسطيني. عندما تكون الكلمة الفلسطينية موحدة يسهل هذا الأمر. لذلك نحن نرجو إن شاء الله أن تنجح هذه المحاولة في لملمة شتات الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام. حركة حماس تؤكد أنها لن تقبل بديلا عن القدس عاصمة لدولة فلسطين، وما تفضلت به هو خير دليل. ما الأوراق المتوفرة لديكم والبدائل المتاحة للدفاع عن عاصمة فلسطين الأبدية؟ يعني نحن ما نملكه ابتداء إيماننا الكبير بالله سبحانه وتعالى وإيماننا بحقنا في أرضنا. نحن أصحاب حق، نحن طلاب حرية، إرادتنا من فضل الله سبحانه وتعالى تزيد بصورة كبيرة جدا. حالة الوعي الموجودة عندنا، تراكم المقاومة الفلسطينية التي بلغت درجات من فضل الله استطاعت خلال ثلاثة حروب شنت عليها أن تصمد فيها وأن تصبر وأن تعطي درسا قويا عن إرادة الشعب الفلسطيني. نحن نعتقد أن الموازين وإن كانت اليوم ليست لصالحنا إلا أنها أخف من ذي قبل. الأمر باتجاه نمو فلسطين ونمو حالة المقاومة وحالة الوعي الوطني لدى أبناء الشعب الفلسطيني الذين حصلوا على جنسيات في الغرب من الفلسطينيين من 50 سنة خلت لم يتخلوا عن حب فلسطين ولا عن القيام بدورهم. إذا كان هذا حال الذي خرج من البلاد من سنة 67 و48، فما بالك بمن عشق ترابها وعاش داخلها. فلسطين أغلى ما يمكن أن يملك المسلم على وجه هذه الأرض، ولذلك نحن لدينا الاستعداد للتضحية الكاملة. طالما أن هناك في أطفال فلسطينيين وأمهات تعلم هؤلاء الأطفال حب وطنهم وحب أرضهم، وطالما أننا نملك
إرادة حب الفداء لفلسطين لن تستطيع لا إسرائيل ولا غيرها من أن تبقى أبدية في أرضنا. نحن واثقون إن شاء الله تعالى أن تراكم ما نحن فيه من القوة والوعي قادر على أن يقلب الموازين في المستقبل بإذن الله. عبر الهاتف من خان يونس الناطق الرسمي باسم حركة حماس السيد حماد الرقب، شكرا جزيلا لك.